الأحمر في حياتنا أكثر من رمزية، فأحياناً هو الحب، وأحياناً أخرى أداة لإثارة غضب الثيران. أما الماساي فيؤمنون تماماً بأنه يرعب الحيوانات المفترسة ويبقيها بعيدة. برشاقة متناهية وبلباس يغلب عليه اللون الأحمر، يتحركون بقوام رشيق قد يعلوه تاج من باقات خرز ملون صنعتها أنامل نسوة أرهقتهن الحياة بما لا يعد ولا يحصى من قوائم الحرمان، حتى رضينا بالواقع وتقبلنه وتعايشنا معه. من التقاليد المهمة عندهم أن المرأة تقوم بصناعة الخرز والجماليات، هذه من أشهر ما تلبسه فتيات المساي، وهو يصير مفتوح هكذا ثم يلبس على الرقبة، فسترونه في رقصة المساي المشهورة. وانظروا، هذا شيء مهم جدا كما قلنا لكم، اليقطينة الجافة هذه اللي يجمعون فيها الحليب والدم، أيضا دي تستخدم لكل شيء، صلبة جدا صلبة جدا، أصلب من حتى البلاستيك، وهي بالأخير طبيعية. مستغربين، تفهمون وش أنا أقول؟ صح؟ صح؟ يا حليلو.